شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتصفت المباراه بتقدم النادي الاهلي 38-29، فارق 9 نقاط، والحقيقه الارقام تقريبا متشابهه مع المباراه الاولى. النادي الاهلي بادئ بقوه، والحقيقه انهى الشوط الاول متقدم وانهى الشوط الثاني متقدم. النادي الاهلي مركز، نتمنى طبعا الارقام تتحسن كما تعودنا، الارقام تتحسن اكتر واكتر في الشوط او في الكوارتر الثالث والرابع. برحب بضيوف المره الثانيه، كابتن محمد سرقاوي اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن عيسى. كابتن طاهر رجب اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن. كابتن طاهر، اكيد عندك ما تقوله فنيا عن الفتره الاولى والثانيه. هو الفتره الاولى والثانيه زي ما عهدنا يعني فيها كثير من جس النبض، ما زال الموضوع، واللي انا شايفه كمان ان الروتيشن بتاع النادي الاهلي عالي جدا، وفي تغيير غالبا يعني معظم ال 12 مش عارف بالظبط، ممكن يكون معظم اللعيبه اتغيرت في الشوط الاولاني والثاني، وده اكبر دليل ان ما زال هو محافظ على هدفه اللي اعتقد بالنسبه له اسمى واهم، اللي هو راحه اللعيبه من خلال الروتيشن عشان استعدادا للبطوله الهامه بتاعه يكسب بأقل مجهود. قصدك يعني هو يعني الكلام ده لما يتعمل في الاولاني والثاني هيبقى عنده فرصه في الثالث والرابع يركز يبقى في تركيز ويكون مريح الناس في الاولاني والثاني، عشان لما يعتمد على الناس الاساسيين اللي بيفنشوا المباراه لصالح الاهلي في كل مره ان هم يبقوا مستريحين وما خدوش ضغط عالي. ده شيء. الشيء الثاني زي ما انت سالتني في اول اللقاء او الاول قبل الماتش في اول التحليل، هل تعتقد ان اللعيب الاجنبي هيعمل زي حضرتك قلتها؟ انا قلت بدون بتلقائيه، لانه فعلا واضح جدا ان هو امكانياته عاليه وما كانتش ظاهره، ودخلنا في البال وهو ما لعبش معانا، فكانت المقارنات مش يعني مش عادله بالنسبه له. انما هو بسم الله ما شاء الله، اعتقد ان هو جاب حوالي 16 نقطه يمكن. بس خلينا الاول طبعا نتمنى كل الشفاء لسيف سمير لاعبنا الدولي وكابتن الفريق. واضح انه تلقى اصابه صعبه في الايد، احنا هنطمن عليه وهنجيب لكم كل الاخبار عن سيف. نتمنى دي اهم عندنا من اي شيء، اهم عندنا حتى من نتيجه المباراه، اهم حاجه سلامه اللاعبين. الف سلام عليك يا سيف، ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه. يعني هو بعد ما حط ايده في الكوره مع دي ماركو راح جري على البنش، واضح ان في اصابه قويه في اصبع الايد. اتمنى تبقى ان شاء الله حاجه بسيطه. كابتن سلعاوي اكيد عند حضرتك ما تقوله فنيا عن الفتره الاولى والثانيه. يعني هي المباراه الشوط الاولاني والشوط الثاني ما اختلفش كتير عن المباراه السابقه، هي عباره عن يعني كانت بدايه متوتره شويه من لاعبي الاهلي وجرعه حماس من لاعبي الزمالك، ادي الزمالك قدر يعني يجري في اول مباراه 7 بونت، لكن سرعان ما يعني الاهلي استعاد توازنه انهوها بشوط متكافئ. اعتقد ان اصابه سيف سمير قد تكون مؤثره لانها في وقت صعب، انه ان شاء الله تكون اصابه بسيطه. ما حاجه نطمن عليها. الشوط الثاني اللي هو انتهى الشوط الاولاني 18-13، الشوط الثاني كانت برضه بدايه قويه من الاهلي، ظهور لاعب براندو المتالق جدا، واللي لازم يعني اعتقد انه خد دعم غير طبيعي من اللعيبه ومن الجمهور ومننا. في البدايه الحقيقه الجمهور برضو ما كانش كان زعلان من المستوى بصراحه، خلينا كان كان متوقع منه الافضل، ولكن تالي بعد الماتشين دول جماهير النادي الاهلي اكيد شاف امكانياته وعرف اختيار مستر اجوستي بوش اكيد بيكون يعني بنسبه كبيره في محله. بس خلينا نروح يا كابتن سلعاوي بعد اذن حضرتك وكابتن طاهر لبعض الارقام. هداف الفريق بدون منازع في الفرقتين هو براندون برصيد 15 نقطة بأرقام الحقيقة فوق الرهيب. يعني النهاردة بيتكلم فيلد جول 5 من 8، يعني 62% فيلد جول بتاعه، عمل 8 محاولات على الباسكت ما بين ثنائية وثلاثية، جاب 5، يعني جاب 5 من 8 بنسبة 62%، ودي نسبة عالية جدا جدا لأي لاعب. عندك 3 بوينت شوت 4، جاب 3 بنسبة 75%، أنا الحقيقة من سنين ما شفتش نسب زي دي. لا مش عارف. 75% في 3 بوينت دي حاجة، في الفري ثرو أو الفاول شوت
شوط 2 جاب 2 نسبه 100%، ارقام رائعه من لاعبنا المحترف براندون، تضعنا في المقدمه بفرق 9 نقاط. يجي وراه في الهدافين ايهاب امين برصيد 7 نقاط بارقام جيده جدا. النهارده ايهاب امين حقيقه ارقامه افضل بكثير من المباراه اللي فاتت، عمل 5 محاولات على الباسكت، جاب 3 بفيلد جول 60% مقاربه لبراندون. 3 بوينت 50% لإيهاب أمين، شاط كورتين جاب 1 ودي نسبة عالية جدا. فري ثرو ما شاطش على فاولات حرة، ما تعملش معاه فاولات، جاء عمل 3 اسيست 2 ريباوند إيهاب أمين، أرقام عالية جدا للاعبنا النجم إيهاب أمين. أكتر لاعب لعب كان براندون ب 15 دقيقة، إيهاب أمين ب 12 دقيقة. طبعا عندنا يعني دول أفضل أرقام حقيقة عندنا. لو رحنا لعمرو الجندي، عمرو الجندي لعب 12 دقيقة أو 13 دقيقة بالظبط، جاب 4 نقاط، فيلد جول 33% مش وحش. عندك 3 بوينت لم يوفق في 2، فري ثرو جاب 2 من 2 100%، أرضا أرقام عمرو الجندي، ولكن ما زال عنده أكتر. يظل مصطفى كيزو من وجهة نظري نجم النجوم ب 11 ريباوند. نجم النجوم النهاردة الحقيقة من نظري مصطفى كيزو، وهو بيخدم فرقته بشكل لا تتخيلوه، بيساعد فرقته ب 11 ريباوند من اصل 25 ريباوند حصل عليهم النادي الاهلي، يعني نسبه 50% تقريبا من الريباوند والاستحواذ لمصطفى كيزو. كل التحيه الحقيقه وشابوه، شابوه مصطفى كيزو. الماتش اللي فات 8، نعم الماتش كله، لا شابوه يعني مصطفى كيزو، ولكن يظل النادي الاهلي جايب 25 ريباوند كتوتال، ونادي الزمالك توتال 22 ريباوند. نادي الزمالك النهارده خد منا ريباوند كتير خاصه في الاوفنسيف ريباوند، خد منا كتير، محتاجين نركز اكتر. المره اللي فاتت كان الفرق مش 3 ريباوند، فرق 14. يعني المفروض النهارده لو مشينا بنفس الارقام الريباوند هو اللي هيفرق معانا في الشوط الثالث. خلينا نتكلم عن نادي الزمالك سريعا. افضل ارقام نادي الزمالك وهداف نادي الزمالك حتى الان هو مهاب ياسر، الحقيقه النهارده بيعلن ويكتشف نفسه من جديد بعد ان تعرض لرباط الصليب في الغضروف، وحتى الان هو ما كانش جاب مستوى، لكن النهارده الحقيقه مهاب ياسر بيعلن عن عودته مره اخرى برصيد 8 نقاط بنسب عالية، فيلد جول 42%. يجي وراه دي ماركو برصيد 8 نقاط، ويعني دول أفضل 2 لعيبة الحقيقة في أرض الملعب. أسمع تعليق ضيوفي الكرام على هذه الأرقام كابتن سلعوة. أرقام جيدة جدا، وأرقام جدا للأهلي. أرقام ما نحن بنتكلم على فريقنا. أرقام لا أرقام جيدة جدا بالنسبة وفعلا براندو أثبت أنه هو لاعب جيد جدا. نعم. ولاعب بدا يظهر في الادوار او المباريات، ويستمر ان شاء الله على كده. هي بس في نقطه بسيطه، احنا في الريباوند الحمد لله متفوقين بس مش قوي، هم جايبين 22 ريباوند واحنا جايبين 25. يعني لكن كيجو عامل برده مباريات كويسه وعامل نجم المباراه. اللي انا عايز اقوله برده في حته واحده بس، انت بتقول على كيجو نجم المباراه بالرغم ان هو حاطط تقريبا نقول 8 نقاط بس، يعني مش هداف الفريق. لا مش هداف الفريق، هداف الفريق براندو. لكن انا عايز بس اقول ان عمرو الجندي وهاب امين عندهم الاحسن، ومش عايزين نعتمد ان براندو هو اللي بيجيب السكور وهو اللي ماشي. يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله كله يعود الى مستواه، لان هم لعيبه خبره طبعا وعارفين يجيبوا نفسهم ازاي. بس برضو ما زالوا حتى بالحاله دي هم مؤثرين جدا مع الفريق. لا هم مؤثرين مع الفرقه ومع المنتخب، وهم نعم. لعيبه مؤثره، عندهم احسن من كده. واحنا طماعين يعني، احنا بنحب نشوفهم في احسن حالاتهم. طب كابتن سلعاوي سريعا اسمع تعليق كابتن طاهر رجب، عند حضرتك دقيقه ونص سريعا بس قول لي تعليقك على الارقام سريعا. ليا ملاحظه ان في لسه يعني نجم لسه ما قدناش اللي هو عمر طارق. نعم. يعني هتلاقيه زيرو بوينت، وده طبعا مش عادته اطلاقا، لان نعم. هو في الماتشات اللي كان في البال والماتش اللي فات حتى في المباراه اللي لعب 10 دقايق 11 دقيقه مباراه الكاس يعني تملي باستمرار كان هو السكورر بتاع الفرقه الى حد كبير. ملاحظه مظبوطه كابتن طارق، والريباوند برضه اشكر حضرتك. وهو عمل 2 فاول في الاوفنس، دول هيفرقوا معانا جدا بعد اصابه سيف سمير. لا محتاجين عمر طارق النهارده يخش فورمته، خاصه الثالث والرابع ان شاء الله باذن الله هتلاقيه هو هيفرق. كريم حاتم كمان نشيد بيه برضه، ما شاء الله ماشي كويس جدا، ماشي كويس جدا جدا. بس خلينا نقول ان احنا محتاجين عمر طارق اكتر في الملعب، لان سيف سمير بعد اصابته الحقيقه هيبقى عندنا مشكله في مركز 5 في ارض في مستقبلا كمان. نعم.
هو في البال ما شاركش سيف سمير، هو هيبقى عندنا مشكله في الفاينلز ان شاء الله، بس ان شاء الله يكون حاجه بسيطه يقدر يلحقها سيف سمير. يا ريت يطمنونا يا كابتن ان شاء الله، هيطمنونا اكيد اكيد هيطمنونا على سيف سمير فور الاطمئنان عليه من ارض الملعب. لحظات وتنطلق الفتره الثالثه والرابعه. خلينا اعزائي المشاهدين نطلع تاني على صاله برج العرب من الاسكندريه عشان اللي حضراتكم الفتره الثالثه والرابعه من لقاء الاهلي والزمالك في قبل نهائي السوبر، المباراه الثانيه بعد ان فاز النادي الاهلي في المباراة الأولى. بنفكر حضراتكم دي المباراة الثانية إن شاء الله يفوز بيها النادي الأهلي. ومعلقنا الكبير كابتن أحمد مناع، فإلى هناك.